أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. توقع وزير النفط ثامر الغضبان ما سماه مستقبلا مشرقا للنفط في العراق، وأضاف الغضبان أن الطلب على البتروكيماويات سيتضاعف بحلول العام 2050 ما يعزز أهمية النفط العراقي. وتطرق الغضبان إلى مصير اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع منظمة أوبك، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى منتجي أوبك ومنتجين من خارجها باستمرار تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالاتفاق مع المنظمة. كشفت كتلة التغيير النيابية عن زيارة مرتقبة لوفد من كردستان العراق إلى بغداد لبحث تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج كردستان للنفط. وقال النائب عن الكتلة سيركوت شمس الدين، قال إن الإعلان على الزيارة جاء بعد ضغوطات كبيرة من الشارع الكردي على المسؤولين لحل مشكلة رواتب موظفي كردستان العراق بشكل جدي وجذري. وأضاف أن أبرز ما سيبحثه الوفد تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج كردستان العراق النفط وتصديره مباشرة. قالت هيئة الجمارك في مطار البصرة إنها ضبطت حقيبة سفر تحوي كمية من أمبولات مواد كيماوية. وفي سياق نفسه قالت الهيئة إنها ضبطت حقيبة أخرى في مطار بغداد تحوي 8 كاميرات تصوير مع 4 أجهزة لقياس الحرارة مخالفة وبدون موافقات رسمية، وذلك بصحبة مسافر أجنبي كان ينوي إدخالها للبلاد. وتزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات التخريب عبر المنافذ الحدودية والمطارات، ويرى المراقبون أن تزايد هذه الظاهرة يرجع إلى التراخي الأمني الذي تشهده المنافذ الحدودية والفساد المالي والإداري. كشف تقرير لموقع نوم فيو الذي يعني بالمستوى أو يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم أن تكلفة المعيشة في العاصمة بغداد هو أعلى منه في محافظة إربيل. وأشار التقرير إلى أن بغداد تتفوق على إربيل بنسبة 5.43%، موضحا أن التكاليف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد يعيشون في بغداد تبلغ نحو 2 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 1600 دولار أمريكي من دون تكاليف الإيجار، وهي أعلى من تكاليف المعيشة للعدد نفسه في مدينة أربيل. يأتي ذلك في ظل تقارير للبنك الدولي تفيد بأن خط الفقر في العراق وصل إلى 22.5%. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك أسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.